زلنا في صناعة سعادة من نوع مختلف جدا، الخيل. ولما نتكلم بقى عن الخيل العربي الأصيل، احنا بنسمع الجملة دي وبنسمعها كتير جدا، ونبقى عارفين ان احنا هنا يعني في مكان هنتعلم وهنفهم وهنعرف حاجات كتيرة جدا وحاجات عظيمة جدا. انا معايا اتنين بجد عظماء، لان هم تاريخهم حلو جدا وعندهم معلومات فعلا شيقة جدا. عم عبد النبي، ازاي الصحة؟ الله يبارك فيك. عامل ايه؟ خير والله الحمد لله. عم جمعة، ازيك يا راجل؟ الله يبارك فيك. الحمد لله، احنا مبسوطين ان احنا معاكم النهارده. الله يبارك فيك. ويعني مزعجين شويه ومش هطول عليكم، تعرفونا في البلد بتاعتنا. ربنا يخليكم، وانتوا اهل الجدعانه. الله يخليك. واحنا النهارده طول ما احنا ماشيين في دمه كل الناس يعني بجد استقبالها فوق الروعه. الحمد لله. انا قالوا لي بقى ان انتوا من اقدم الناس اللي هنا، زي يقولوا الرعيل الاولاني. انا من 74. من 74 وانت في موضوع اشتغلت ب 2 جنيه ونص بالشهر. ب 2 ونص ايوه الشهر. لا احكي لي بقى، انا عايز اعرف الحدوته منك. يعني الحدوته دي كانت في الهرم، يعني كنا في الهرم. طبعا اشتغلنا ب 2 جنيه ونص في النهار. كنتوا مع بعض في نفس المكان؟ نفس المكان. تمام. فطبعا الخيل يعني احنا عشان ما روحنا الاول لسه عمال بحمير وبتاع، لحد ما دورنا بقى ودخلنا. ما تقدرش تروح عند حصان يشم فيك تجري بتاعك، كنت بتخاف منه طبعا. لحد ما دورت وخدت عليه وحبناه وعرفنا يعني اي واحد يجي من بره عشان حصان يشم فيك كده يسيبه يجري، بيبقى هايب. لكن انت ممكن تنام تحتيه وتنظف وبتاع الحوافر، تنظف الخيل. جيتوا هنا بقى خلاص بقى احنا هنشوف هنا بقى كل حاجه. عاوزين احنا بقى نقاوم الموضوع ده، بنجيب الحصان جلب. انت تفهم يعني ايه جلب؟ لا ما كنت لسه هقول لك، ترجم لي. جلب يعني لسه غشيم. لسه غشيم. غشيم. أيوه. غشيم يعني اللي هو مش متعلم اي حاجه. أيوه. بنعلمه الاول الركوب. ما انت ما تقدرش تجيب واحد جلب وتيجي تركب حصان جلب، ما ينفعوش مع بعض الاثنين. أيوه. يبقى لازم تجيب تمهد الحصان الاول وبعدين تجيب العيل تركبه. بنعمل حاجه اسمه ميديان، وفي حاجه اسمه افرانس، وفي حاجه اسمه بيجينين. فما تقدرش تخلط ده على دي. اللي بيركب تجيب له الحصان الكويس اللي يركب ده دنيا. ده مول. أيوة. مولد. والله. فهو يعني الخيل يعني انت عشان خاطر تمشي مع الخيل ما تنساهاش. يعني احنا كنا بننام ونقوم نحلم بالخيل. ليه؟ لان هي الخيل يعني خيل، فنواصيها الخير. في نواصيها الخير. وبعدين لو عندك حصان افتح على 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 جارك شباك عشان ينوبهم الخير. لو عندك حصان ايوه افتح على جارك شباك. والمكان اللي فيه الحصان، اللي فيه الحصان ما فيهوش شيطان. يعني المكان اللي فيه الحصان ما فيهوش شيطان. بعدين انت عندك قطيع من الجاموس او البقر وخايف عليه من العين، تجيب حصان او تجيب فرس وتقفها جنبيهم. كل اللي رايح واللي جاي يبص لك عليه، تخطف النظره ليه. يخطف النظره. يخطف النظره من عنده. فهم فهي يعني ربنا بيقول لك الخيل المسوم يعني، بس هم عايزين كرم. يعني عشان تجيبه ما تاكلوش هتتعب. لا طبعا هيبقى عضل. عم جمعة قول لي ايه اللي انت اتعلمته من الخيل من السنين دي كلها؟ يعني بنتعامل مع الحصان بحب، لازم يبقى في حب. هو واخد عليك، انت واخد عليه، في تعامل. لا هو يهاب منك ولا انت تهاب منه، تعامل مشترك. ايه ميزات الخيل؟ يعني اللي بيربي مثلا كلب يقول لك الوفي، القطه مش عارف ايه، احنا عيانه ما اعرفش ايه. الخيل ايه ده؟ اذكى حاجه في الدنيا، اذكى حيوان هو الحصان. ذكاء. ايوه ذكاء. هو بيفهم المعاملة وبيشوف، يعني بيبقى في حب بين الطرفين مع المعاملة والنظافة والأكل والرعاية وكده. هو يا سيدي الفاضل قال لك الحصان، يعني جماعة العلماء بتاع الخيل حددوا إن الحصان ممكن يكون له عينين في ودانه، يعني بيحس. يعني أنت مثلا حط رجلك في الركاب. حلو التشبيه ده. حط رجلك في الركاب، هو بيحس بيك، بيشوفك بتعرف تركب. أيوة. ولا جالك. عارف مين اللي بيركب. أيوة. شاطر. ايوه هو ده الذكاء. تركب تتعامل هو ده الذكاء. هو بيعرف بقى تتعامل معاه. والله انت مسكته ماسكه حلوه وظبطت نفسك عليه، لا يمشي تحتك ترط كانتر مسار، يعني زي ما انت عاوز. تمام. اللي أيوة. اتهزيت بقى وعملت بقى بقول. عارف ان انا عارف خايف. انت أيوة. انت جلب. هو بيركب بيحس على طول. اقول طيب كل دلوقتي يعني او جزء كبير من الاباء والامهات يحبوا اولادهم يتعلموا رياضه. هاي. ومن ضمن الحاجات اللي بنعلمها لاولادنا السباحه والخيل. السباحه والخيل والخيل. وكل الناس عايزه فعلا تطبيقا للمقوله ان احنا موضوع الفروسيه وركوب الخيل. يعني انت حضرتك لو عندك عيل شقي هات وقفه جنب حصان، مش هيروح لك البيت. هو يحب الحصان وعاوز يركب. أيوة. الحصان وعايز ينام جنب الحصان وعايز يقعد جنب الحصان او الفرس. عيل الحراك والفراك. ده هو مش مكسر لك الحاجات في البيت ومضايقك. والله عندي لا عندي واحد مدوخني. هاته يركب خيل. هيقول لك كل يوم وديني الخيل. لا لان هيتعلم ايه من ركوب الخيل؟ هيتعلم ركوب الخيل وهيتعلم
يعمل تروته ويعمل كانتره ويقوم ويقعد ويعمل لين باك ويعمل وكلام. هتقول لي بوتشر فيدي يعني خلي بوتشر فيدي يعني خلي رجلك الجزمه ما بدخلهاش كلها في البتاع الركابه عشان لو حصل حاجه هتفلت رجلك. تمام. وهيل داون تخلي الكعب ما كانش جوه قوي داون ينزل شويه يعني انا اتعلمت منكم شويه حاجات حلوه جدا وانا هقولها لكم تاني. انا اتشرفت بوجودي معاكم. ربنا يسعدك ربنا يوفقكم ونورتونا النهارده ورب ما نكونش ازعجناكم. لا والله الحمد لله ربنا يخليك. شكرا يا عم جمعه. اي خدمه. الله يخليك. I'm gonna get it.